السلام عليكم ابو علي. عليكم السلام يا هلا. ابو علي، المتابعين طالبين منك قصه السلامي. نعم. شلون من مالت بي الدنيا وشلون من زهت وياه؟ اي والله والله يتاثر عليها كل طيب، هذا يتاثر عليها كل طيب. هذا السلامي خديجي لي طياره عم ضيف وعنده سياره قبل سقوط السياره في دور، فالرجال اصبح حمل القريه كلها وديها للسوق ويدها بلاك، ما ياخذها ما ياخذ فلوس بدون فرق. فالرجال انقتل اخوه، قام يدور ستال اخوه، لقى ستال اخوه قتله وانحكم 20 سنه. من حكم 20 سنه طلع صادفه طلعتها ورا الصخور، لقى الواد من طيره في معانا، لقى حالته هلا تعبانه كلش ما عندهم شيء، وسوري رايحه وشيا رايحات وشباب، فظل عنده هلا 3 ايام من جايين اثنين يسوون العيد مثل ما اخوه كان بخير ترجع. موجودين. ظل 3 ايام ما في شارع، قال انا ما اقدر اعيش العيشة هاي. فحصل له كره وركب راح العباس بن فاضل عليه السلام. عليه السلام. العباس بن فاضل قال ضيع الحوايج. نعم. قعد عند العباس 3 ايام قال ابو فاضل اريدك تموتني، انا ما اقدر على العيشة هاي. نعم. فانا رجل شخصية من شخصيات من السلامة، واليوم الامور دشت، ومن دشت الامور ما عنده خلق قام يلاقيني بالشارع ما فيه. اريدك تموتني. ظل يومين يقول جاعد بالحر، اكو واحد عند عائله كل يوم الوقت اللي بيها شيء ودي له صابونه ودي له قمزات، يوم الثالث خلوا وياه. فمن يوم الثالث طب له هلا على ما له راسه ونام بالمضيف هذا اللي مسويه ما حد يسير عليه. ولا والله دقت الباب ويطلع ولا والله اجلام اثنين، واحد من الزلام شافه بعيد كل ساعه يحط قهوه في مثلك مثله. قال له انا بال 74 رحت الكويت حلت الكويت مشات من الطير. ومن طبيت الكويت انت دون على شغلتي ودبرت لي فلسان حفاره ومنها طارت امور وخسر تاجر كل تاجر كبير. بعد استخبروني انا كنت بالسجن شايل وطالع. فايش تشتغل؟ قلت له والله انا ما شغال رجال الدو ما عاد اقدر الدو. فقام الرجال قال لي كرتونه بها 120 مليون اهداها ابو فاضل ونعم اهل البيت. نعم. اهل البيت فضلهم على الكل لانهم رحمه للعالمين. نعم. فاخذت ال 120 يقول ورحت شريت غنم بها وحطيتها باب المضيف وسيارتين وحي شبيره وحي صغيره تقاطعت علي الواحد. ها منين هاي جبتها؟ ولدك والله لي رفيق ورفيق. انا لابس شاشه شغل وطلعت قصه العله الصغيره. الغنم هاي بالسياره صغيره بالسياره صغيره وبعد اللي عندها حصه بينما هي عندها ابو فاضل سلام الله. نعم. فقال هذا موقف الدنيا. فانا على ضوء هذه جاوبت الطيبين على العدديين والطيبين ما ودك انهم يصير عليهم فيا. اها. اي فقلت انا على هذا الامر. هو قلت انا مس عين الليالي من تريد تخيب. تخيب. عمس عين الليالي من تريد تخيب لا عاكس تضحات كثير فيا. نجيب. مس عين الليالي من تريد تخيب لا عاكس تضحات كثير فيا. لابو الحصه تجي وقصرت بالذيب. لابو الحصه لابو الحصه لابو الحصه تجي وقصرت بالذيب. ابو الحصه على المعايش على الغار وبسريح بكل هم يغير يجيب. يجيب الله. ابو الحصه على المعايش على الغار وبسريح بكل هم يغير يجيب. لا غابت الشله والرجل عدوب. نعرف سلم الحيايه من تريد السيب. لا غابة الشلة والرجل عقروب نعلم سلم الحياية من تريد أهدي تغيظ وترضي أهدي تغيظ وترضي أهدي تغيظ وترضي أهدي تغيظ وترضي ويا بنادم يا حيلان الدنيا تغيظ وترضي ويا بنادم يا حيلان الدنيا تغيظ وترضي. هذا مقطع السلامي اللي يسألون عنه المواطنين. تسلم صح لسانك.